من إنجيل معلمنا مار لوقا البشير، بركاته على جميعنا. الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب. نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا آمين.
اشفوت انت آرون اقاس ذيري ايفون فورس اتشون امتو ايفون انتي بوسني Soy se ti se o tocos eso web en se univen. السلام لك يا مريم الحمام الحسنة التي ولدت لنا الله الكلمة. أنت زهرة البخور أينات من أصلي يا سيد عصا هارون التي أزهرت بغير غرس ولا ساقي هي مثال لك يا من ولدت المسيح إلهنا بالحقيقة بغير زرع بشر وأنت عذراء من أجل هذا كل واحد يعظمك يا سيدتي والدة ليلى القديسة كل حين. ونحن أيضا نطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البشر. مدعو أنت بالحقيقة أيتها القديسة مريم القبة الثانية التي للأقداس تلك الموضع فيها سهر والزهرة المقدسة التي للبخور. أنت مشتملة بالطهرة من داخل ومن خارج أيتها القبة النقية مسكن الصديقين طغمات العلا وصفوف الأبرار يمجدون
الطوباويتك من أجل هذا نعظمك باستحقاق بتمجيد الأنبياء لأنه تكلم من أجلك بأعمال كارمة أيتها المدينة المقدسة التي للملك العظيم نسأل ونطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البشر سبع مرات كل يوم من كل قلبي أبارك اسمك يا رب الكل ذكرت اسمك فتعزيت يا ملك الدهور وإله الآلهة يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الذي أتى من أجل خلصنا متجسدا وتجسدا من الروح القدس ومن مريم العروس الطاهرة وقلب حزننا وكل ضيقنا إلى فرح قلبي وتهلل كلي فلنسجد له ونرتل لأمه مريم الحمام الحسنا ونصرخ بصوت التهليل قائلين السلام لك يا مريم أمي عمانوئيل سلام لك يا مريم خلاص أبينا آدم السلام لك يا مريم أم الملجأ السلام لك يا مريم تهليل حواء السلام لك يا مريم فرح الأجيال السلام لك يا مريم فرح هابيل البار السلام لك يا مريم العذراء الحقيقية السلام لك يا مريم خلاص نوح السلام لك يا مريم غير الدنيسة الهادئة السلام لك يا مريم نعمة إبراهيم السلام لك يا مريم الإكليل غير المضمحل السلام لك يا مريم خلاص إسحاق القديس السلام لك يا مريم أم القدوس السلام لك يا مريم تهلل يعقوب السلام لك يا مريم ربوات مضاعفة السلام لك يا مريم فخر يهوذا السلام لك يا مريم أم السيد السلام لك يا مريم كرازة موسى السلام لك يا مريم والدة السيد السلام لك يا مريم كرامة صموئيل السلام لك يا مريم فخر إسرائيل السلام لك يا مريم سابت أيوب البار السلام لك يا مريم الحجار الكريم السلام لك يا مريم أم الحبيب السلام لك يا مريم ابنة الملك داود السلام لك يا مريم صديقة سليمان السلام لك يا مريم رفعات الصديقين السلام لك يا مريم خلاص إشعياء السلام لك يا مريم شفاء إرميا السلام لك يا مريم علمي حسقيال السلام لك يا مريم نعمة دانيال السلام لك يا مريم قوة إيليا السلام لك يا مريم نعمة إليشع السلام لك يا مريم والدة الإله السلام لك يا مريم أم يسوع المسيح السلام لك يا مريم الحمام الحسنة السلام لك يا مريم أم ابن الله السلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء وقالوا هو الله الكلمة الذي تجسد منك بوحدانية لا ينطق بمثلها مرتفعة أنت بالحقيقة أكثر من عصهرنا أيتها الممتلئة نعمة ما هي العصا إلا مريم لأنها مثال بتوليتها حبلت وولدت بغير مبادعة ابن العلي
الكلمة الذاتي بصلواتها وشفاعتها افتح لنا يا رب باب الكنيسة. أسألك يا والدة الإله اجعل أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين، فلنسألها أن تطلب عنا عند حبيبها ليغفر لنا. دعيتي يا مريم العذراء الزهرة المقدسة التي للبخور، التي طلعت وأزهرت من أصل رؤساء الآباء والأنبياء مثل عصا هارون الكاهن، أزهرت وأوساقت ثمرات لأنك ولدت الكلمة بغير زرع بشر، وبتوليتك بغير فساد، فلهذا نمجدك كوالدة الإله. اسألي ابنك ليغفر لنا.